السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لهذا اليوم كيكة، راح تكون هالكيكة جدا سهلة وبسيطة، وبإمكان الكل يعني أن يعملها، لأنه ما تحتاج إلى مواد كثيرة أو طحين أو فرن، وكيكة بنفس الوقت سهلة وسريعة. المواد اللي أختارها أول شيء، أنا راح أبلش يعني أول شيء بالتحضير الكريمة، وهنا مثل ما بينت لكم ناخذ كوب من الكريم شانتيه الباودر يعني، وكوب واحد من مي مثلج. اخذ نصف كوب من الحليب، حليب بارد، وراح اضيف له فانيلا ملعقة، واضيف له ملعقتين من السكر. ذني راح اخلطهم سوا حتى يعني شوية ابلل القطع اللي راح استخدمها للكيك. وطبعا هاي هنا انا راح استخدم قطع التوست. طبعا هسه راح اخذ قطع التوست 12 قطعة من عندهم، واقطع الاطراف مالته، لان هاي شوية تكون اطراف يعني يابسة، فما اخليها حتى تكون عندي يعني بصورة لينة وطيبة بنفس الوقت.